السلام عليكم، كيف حالكم؟ كويسين؟ طيب بص يا سيدي، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، جمعة مباركة إن شاء الله عليكم. أنا كنت النهاردة بتكلم مع واحد زميلنا وكان بيقول لي إيه الحل؟ هنقدر نغير حالنا إزاي؟ المسلمين حالهم هيتصلح إزاي؟ إحنا كمصريين وكعرب المخرج إزاي؟ أنا عارف إن فعلاً إن الإسلام في خندق، صح، وإن إحنا حالنا صعب وكل الناس قلقانة وفي ناس فقدت الأمل وفي ناس للأسف شتت وتصورت إنه إن إحنا ملناش مخرج. وطبعا في الحديث اللي هو حديث الرسول عليه الصلاة والسلام اللي هو يجيء زمان على أمتي تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، يعني هنتاكل أو نحن من قلة يا رسول الله، بل أنتم كثرة ولكن كغثاء السيل. وطبعا الآية اللي في القرآن: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الزبد اللي هو الناس التعبانة والناس اللي هي ملهاش قيمة والناس اللي ملهاش أهمية بتروح. في ناس متصورة إن إحنا حالنا كمسلمين هنروح، احتمال لو إحنا ما حسناش نفسنا، بس ربنا بيستبدل قوما آخرين، يعني أو يستبدل قوما غيركم ثم لم يكونوا أمثالكم. بمعنى إنه سيدنا موسى لما كان بيدعو القوم إن أنتوا تعالوا حاربوا، تعالوا خشوا معانا وامنوا وكده، فقالوا له اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون، احنا ما لناش دعوه بك يا عم. فقال: فانها محرمه عليكم 40 سنة يتيهون في الارض. حصلت تيه وللاسف المجموعه دي كلها انتهت، وربنا راح مبدل مجموعه اخرى هي اللي دخلت فتحت المسجد الأقصى، وهي كانت الجيش الفاتح، وكان منهم سيدنا داود، وربنا احنا عارفين القصة، وقتل داود وجالوت. ربنا طلع من الجيل الجديد اللي هو يستطيع الفتح. طيب الحل ايه؟ الحل اللي هو زي ما اتفقنا ان احنا بنبتدي دايما من البيز، من القاعدة، مش من القمة. قمة الهرم للأسف بتيجي بعد كده، بتتحط في الآخر. إذا كنا هنقول رأس الهرم هو الأساس، وإذا كان رب البيت بالضف ضارب، رب البيت ده هو جاء مننا وإحنا صغيرين، هو نشأة غير سوية وغير سليمة، والظروف حطته بقى رب البيت، فطبعا هو طالع رقاصة من الأول، هو طالع عنده مشكلة من الأول. فما نتصورش إن العملية هتتصلح لو إحنا القاعدة عندنا، أو لو الأساس، لو الفرشة، لو الشغل اللي المفروض بنعمله احنا كأب وأم بنغرسه في أولادنا غير سليم. بمعنى أنا شايف إنه البداية والأمل موجود من النقطة دي، إنه كل واحد يبتدي بأسرته، كل واحد يبتدي بنفسه، كل واحد يبتدي بأولاده. اقعد مع أولادك، ناقشهم، خليهم مبدعين، خليهم يفكروا. الخلافي دايما مع جزء كبير جدا من الناس اللي هم المتشددين دينيا، بمعنى أصح أكثر من المتشددين علمانيا، من المتشددين دينيا، هو فهمهم الخاطئ للدين بتاعنا. الدين بتاعنا دين تفكر، صحيح دين عبادة ولازم العمل، الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، لكن الجزء الأساسي بتاعنا هو إن الدين بيدعوك دايما: قل سيروا في الأرض فانظروا أفلا يتفكرون، أفلا يتدبرون القرآن. عملية التدبر والتفكر، وإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان هو المثل الأعلى، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، كان دايما التفكر. وجيل الصحابة اللي نشأ على فكرة نشأ من هذا المنطق. سيدنا علي بن أبي طالب حصل في أيامه امرأة تزوجت فولدت طفل بعد 6 شهور، هم بيها الناس، قالوا اتهموها: بس يا لهوي، ده انت لسه متجوزه 6 شهور وتخلفي، ده لازم العمليه كانت عمليه زنا في الاول. فسيدنا علي بن ابي طالب، طبعا هو مدينه العلم او بابه مدينه العلم، رجع لايتين في القران، وده يوريك الفهم ازاي الصحابه كان عندهم هذا الوعي وهذا الادراك وهذا الفهم. قعدوا أو طلع آيتين من القرآن، الآية الأولانية إنه آية الرضاعة اللي هو الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، حولين يعني الرضاعة بتبقى حوالي 24 شهر، والآية الأخرى: وحمله وفصاله 30 شهرا،
حملوها في الثانوية 30 شهر، 30 ناقص ال 24 يبقى 6 شهور، ممكن يبقى الطفل يولد بعد 6 شهور. ده كان زمان ايه، ما كانش فيه بقى الالترا ساوند ولا التشخيص ولا الاولاد اللي بيجوا بدري ولا بتاع ده. هذا هو الفهم الاسلامي او الفهم الديني، ان احنا نطلع ناس متدينين فاهمين القرآن. ما ينفعش واحد لسه اصلا مش عارف ربنا يقصد ايه في الكلام الفاتحة ولا في قل والله احد ولا قل يا ايها الكافرون، ونقفل هذا التفكير ونقتل الابداع ونقتل يعني الجزء الاساسي في الاسلام وفي الدين بتاعنا، ان انت فكر، اخرج بره هذا الاطار، ابدع. سيدنا خالد بن الوليد ايام ما كان على الكفر في غزوة احد وكان لسه في غزوة الخندق، قلموا كثيرا جدا، وانه عدم نجاح الكفار في تخطي الخندق، وان الخندق ده كان بعمق 5 متر وعرضه حوالي 10 امتار، ازاي فشلوا؟ طبعا جات ريح وخرجت وهبت عليهم فرجعوا، وكفى الله المؤمنين القتال، ورجعوا من حيث اتوا. وبعد كده سيدنا خالد ابن الوليد دخل في الاسلام، لكن قلمه جدا، قاعد بينقح في دماغه وفي ذهنه، قاعد يفكر ازاي طول الفترة دي، ازاي احنا ما قدرناش نعدي الخندق ده. لما دخل في الاسلام وحصل مرة في احد الغزوات اللي هو بيقودها، راح في بلد في فارس وكانوا حاطين له خندق، قال ايوة دي ده اللي حصل فينا قبل كده. سيدنا خالد ساعتها كان في السنين دي قاعد يفكر انه لو حصل العملية دي هتغلب عليها ازاي، فقال لك خلاص احنا نذبح جمال، نرمي الجمال في هذه الحفرة في هذا الخندق لحد ما نبايلت فوق بعضيها ونحطها فوق بعض ونقدر نعدي من عليها للجانب الآخر. هو ده اللي احنا المفروض نعلم فيه أولادنا، هو ده المفروض ان انت قاعد بتفكر فيه، قاعد ما تندبش الحظ وما تقعدش تقول انه يا نهار ابيض احنا رايحين في ده، يا لهوي الاكل الى قصعتها، يا خبر ابيض. لا والله، ده بص الامل دايما موجود، سواء في آيات القران او في الحديث. الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه، شوف منتهى الامل، اذا قامت الساعه وفي يد احدكم فسيله فليغرسها. تخيل الساعه بتقوم، يعني يوم القيامه بيقوم، يوم القيامه قايم، وانت كل واحد يوم تزهل وكل مرضعة عم ارضعت وتضع كل، وفي الكل ده يقول لك وفي ايديك فسيله وفي ايديك شتله زرع، حطها اعمل الخير. ما تعرفش الامل، هو ده غرس الامل. نفس القصه انه سيدنا يعقوب لما بيقول اخوات سيدنا يوسف بعد ما فقد سيدنا يوسف، اذهبوا فتحسسوا فاني اجد ريح يوسف. يا نهار ابيض، من أميال وهو لسه عنده الأمل ده، هو إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فالأمل موجود، لكن أنا رأيي إنه الدور علينا إحنا، يعني لو إحنا جيل هنعتبر نفسنا إن إحنا ليس لنا حيلة وإن إحنا فشلنا وإنه ما فيش أمل وبتاع ده، الأمل قادم لا محالة، لكن على الأقل كون جزء من هذا النجاح ومن هذا الأمل ومن هذا النصر القادم. علم أولادك، اقعد معاهم، خليهم يفكروا، قول لهم دلوقتي طيب تفتكروا المشكلة المسلمين فيها دي ايه الحل بتاعها؟ بلاش اللي بيحصل في الروهينجا وبيحصل في بورما اللي هم بيموتوا المسلمين وبيذبحوهم ويقتلوهم. تعالوا يا أولاد، تعالوا نشوف ايه الحل، طب نقدر نساعدهم ازاي؟ هل التبرع هو الكافي؟ هل الكلام؟ هل الفعل؟ تعالوا نقعد مع الأولاد ونقعد نشوف المسجد الأقصى، تعال نشوف كل قضايا المسلمين المعاصرة، تعال نشوف قضايا الدين، تعال نشوف الفهم، سوء الفهم، تعال نشوف الكواليتي بتاعتنا إحنا كمسلمين. والله العظيم أنا شايف إنه لو كل واحد فينا قعد مع أولاده ووعاهم وخلاهم في ظل هذا الانفتاح الثقافي وكل العلوم اللي احنا بندرسها لهم دي، وفي ظل ثورة الانترنت وثورة المعلومات، الأولاد دول والله فيهم أمل، بس ما نتركهمش. اوعى تترك أولادك، وخاصة ان احنا شايفين حوالينا ازاي الأولاد في هذا المجتمع الظالم أو الضايع، ازاي الأولاد ممكن يشتوا، ازاي الإلحاد بينتشر، ازاي انه القنوات الاعلاميه سيئه الى درجه كبيره، الاصحاب نفسهم احنا ما نعرفش اولادنا واصحابهم بيروحوا بيقعدوا مع مين وبيعملوا ايه. طب ما تخليك انت صاحب ابنك او صاحب بنتك، اقعد معاهم، كلمهم، وعيهم، خليهم على الاقل اديهم الحصانه دي، لانه الزمن زي ما قلنا اللي احنا عايشين فيه ده صعب جدا 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 بدون
وعي وإدراك من الأسرة ومن الأب والأم لواجباتهم. لو كل واحد فينا، لو احنا ابتدينا زي ما قلنا من ده الأساس من القاعدة بتاعتنا، ألا وهي الأسرة، ألا أنا وإنت وهو وهي ومحمود وصلاح وحسين وعبد الرؤوف، لو وصلنا إن احنا ربينا أولادنا على الصح وفي نفس الوقت حصلناهم من المشاكل اللي ممكن تحصل لهم، أعتقد إن هو ده بداية النصر وبداية النجاح. ودي ساعتها هتلاقي زي ما ربنا وعدنا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ما بنفسك هتغيره إزاي؟ هتغيره إن أنت تخرج من الإطار الندب والعويل والتهليل، وإن أنت تقعد تناقش القضية بموضوعية. يا إخوانا إيه المشكلة؟ اقعد مع عيالك، اقعد مع أسرتك، اقعد مع أصحابك، فكروا إزاي نبني هذا المجتمع؟ إزاي ننصر الإسلام؟ إزاي نوصل لمرحلة إن إحنا نبقى لينا دور زي ما كان دور المسلمين الأوائل وفهمهم لدور الإسلام، ألا وهو بناية حياة أو بناء الحياة على أسس سليمة وعلى حب وعلى إخاء وعلى تواد وتعاطف وتراحم، إصلاح المجتمع. هذا هو اللي ناقصنا. الإسلام لم يقتل ولم يندثر ولم يصل إلى ما وصل إليه من الحال اللي هو المؤسف ده، غير إن إحنا عزلنا الإسلام وتركناه فقط في العبادات. الإسلام مش بس عبادات، ده معاملات، والمعاملات دي معناها إن أنت بتطبق، ومن التطبيق ده بتعمل حاجة اسمها فاليديشن، إن أنت بتشوف هل التطبيق ده سليم ولا لأ، وبعد كده بتخرج من حيز التطبيق إلى حيز الإبداع والابتكار. وهو ده تلاقيه إن هو كل المسلمين الأوائل ما نجحوا إلا إنهم كانوا innovative، إن هم كانوا بيخرجوا من هذا الإطار ويبدعوا وينطلقوا ويفتحوا كل المجالات. أنا خلصت. إن شاء الله ربنا ينفعنا بما علمنا، وإن شاء الله نرجع إلى دينه ويردنا إليه مردا سليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجمعة مباركة إن شاء الله على كل الأصحاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.